يا ولدي العزيز علي هو اللي عدي، هو اللي عدي 50 وانا تعبها ما كنخليهش يمشي بوحده. حيت حنا ضعافه، اي حاجه كترى في هذه البلاد ما كنوقفوش وكنغوتوا عليها، داكشي علاش اي حاجه كدار كعفطوا علينا فيها. اي حاجه خويا، ضحيه مجتمع خالي من الرحمه. بعد مرور حوالي أسبوع من الحادثة التي تعرض لها الطفل الأبكم إسماعيل، وذلك بعد أن دهسته إحدى حافلات النقل العمومي، انتقلنا إلى منزل الراحل. وهنا في أرجاء هذا المكان الذي يسكنه الألم والحزن على فقدان فلدة كبدهم، تحكي لنا عائلته المكلومة. المشكل ديال ولدي كيمشي ويجي في الطوبيس، ودابا كان جاي طالع كنت كنديه ونجيبو، خمس سنين وانا كنديه ونجيبو ياك. انا حفظت داك الطوبيس بحال كنشرب الماء مع فمي. دوك الطوبيسات طوبيسات كيقتلو الناس عمدا الموت عمدا، ما كيوقفش، كيدور من الرومبا كيدور كيتمي غادي كيجري، الناس تابعينو، الدراري كيطلعو من الشراجم، المعاقين ما كيديروش ليهم حسابهم، ما كاينش. كيبغي يطلع كيسد عليه الباب، الناس كيطلبوا فيه العيد كيطلبوا فيه، ما كيديرش الحق ديالو. ملي تما جاي راكب في الطوبيس، نزل من هذاك الطوبيس خسر بغا يطلع في الاخر، طلع عند الباب، الناس كيطلبوا فيه كيقولوا ليه عير الدري حل عليه، خشى راسو هو غادي جارو وضرب الدري تلاح وجا وداز فوق منه ديال الرويضه. خويا كيمثل كلشي، كيمثل ماشي غير حنا بغينا نهضروا غير على خويا حقاش مات، نهضروا على خويا حيت كيمثل كلشي، كاع دوك الصم والبكم ما كيعطيهمش وقت، ماشي غير في الساد كمال مجهول مسكين ديال المجهود ديالو، كثر هو اللي وقف معانا، حتى جبنا خويا، حتى مشينا اي باب كنطرقوه ما كيتحلش لينا. المدرسه حنا اللي كنخلصوها، كنخدموا معنا ناس سميتي لهم هم وباهم كيخدموا باش كيخلصوها، الدوله ما كتخلص حتى شي حاجه. خويا طاح ضحيه، هذا راه القتل العمد، يسد عليه الدف كيتسمى القتل العمد هذا، باش السيد اللي شهد وقال لك شافوا وسد عليه الباب، خداو ليه البيرمي ديالو وخرجوه من الخدمه، هذا ظلم، هذه دوله الحق، دوله اسلاميه، حنا مسلمين خاصنا نحاربوا الظلم، نحاربوا الظلم وناخذوا الحق ديالنا. روك استاذ، مات لي واحد ولدي ضاع ليا مسكين، خرج لي ديك السيد ذاك من الطوبيس، اورمان دورمان وما نسمحش لا بالظروف الاخرى، ودعونا عليه وضربنا عليه تمار وخدمت عليه مع عادل الصحاله، هو اللي كدعو عليه تمار في المارشي كريو ليل ونهار، وخرجت على المدرسه وعندي ولد واحد ومسكين داويته شحال حتى كبر حتى كتصافو وصل ليا ومات وقتلوا هذا السيد، وإن لله وإنا راجعوا له ود استاذ. إسماعيل ترك فراغا كبيرا في أسرته حسب قولهم بعد خطأ فادح من صاحب الحافلة. أصدقاؤه أيضا وبطريقتهم الخاصة شرحوا لنا كيف ذهب ضحية الإهمال لكونه يعاني من إعاقة جسدية. أنا صاحبي هذا عزيز عليه وكان غادي بغى يشد وما سمعش، قال لك جرو في الرويضه، جرو بقى كيبكي، قال لك راسو طاح لي وخطا شتا ملي كتفرج لي الشتا ولا ملي الطوبيس وزع قالك هذاك مول الطوبيس خاصو يتشد في الحبس خاصو يتعاقب. عائلة إسماعيل إذن تناشد الملك محمد السادس في حماية الأشخاص في وضعية إعاقة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث المأساوية، كما تطالب في أخذ حق ابنهم الوحيد. وجا
نوجه هذه الرساله لمحمد السادس العزيز ديالنا اللي خاصو يدير بالمحاق ديالو ولادو، راهم ولاد ماشي ولادنا حنايا، خاصو يعطيهم حق، خاصو ينتبه ليهم، خاصو يشوف هاد الدوله اش كدير لينا. هاد الدوله مشيتي للسبيطار ما يعطوكش حق في اي بلاصه مشيتي، انا ملي هزو بغيت نمشي نشوفو هربوا كلهم ما بغوتش يعطوني حق. قلت لي جبد لي ولدي نشوفو، كيجروا كلهم كيتخبوا عليا، انا كنتحرق وهما كيجروا منا، ومن دار جروا لي بحق وراحوا بحق عامر دم لاحوا ليا. ما علاش زعما خصنا الحق يعطوا لينا الولاده، وانا باغي ناخذ الحق ديال ولدي. انا ولدي قتلوا لي هو العزيز، هو المواسدني في الدنيا، ما بقى عندي والو دابا، انا باغي ناخذ لي الحق ديالو بوجه كان.